أعزائي المشاهدين، مساء الخير، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لمة العيلة. دعوني في بداية الحلقة النهاردة أرحب بالزميلات الإعلاميات أستاذة دعاء الديب. أهلا بك مساء أستاذ الخير محمد. أستاذة دعاء، مساء النور عليكم أعزائي المشاهدين، وأهلا بك أستاذ محمد، وأهلا بكل حبايبنا ومشاهدينا، ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ابقوا معنا. طبعا النهاردة بيشرفني في البرنامج وجود الإعلامية والفنانة الكبيرة ريهام لاشين. أهلا وسهلا بحضرتك يا مستر محمد، أهلا بيك يا دعاء، أهلا ببروجرام لمة العيلة. أنا فرحانة أن أنا معاكم النهاردة، ويا رب تكون الحلقة جميلة للمشاهدين كلهم. إن شاء الله بإذن الله نتمنى حلقة إن شاء الله موفقة والمشاهدين وسعداء بها جدا. نتمنى أن تنال إعجابكم. إحنا النهاردة معنا مفاجأتين، اولا عيد ميلاد الاستاذ محمد الوكيل. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ محمد. وحضرتك طيبين يا رب. ونتمنى لك ايام سعيده، الايام اللي جايه كلها تبقى سعيده وتحقق كل حاجه حلوه، ونشوفك اكبر اعلامي كده على قنوات الفضائيه. ميرسي استاذه دعاء، ربنا يخليك. وان شاء الله تكون سنه خير على حضرتك وعلينا كلنا يا رب. ميرسي استاذه ريهام، وطبعا انا بقول للساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين، بمناسبه طبعا شهر شعبان و ورمضان إن شاء الله على الأبواب إن شاء الله. إن شاء الله في برنامج لمة العيلة عاملين مفاجآت جميلة جدا في رمضان، وبقول للمصريين كلهم كل سنة وهم طيبين، والأمة العربية كلها دايما بخير، والأمة الإسلامية دايما بخير وسلام يا رب. طبعا معنا إن شاء الله النهارده ضيف عزيز جدا على البرنامج، وهو كاتب وروائي كبير، هو الأستاذ ماجد إبراهيم. وأنا حريص جدا في البرنامج على استضافة الأدباء والكتاب، يعني عايزين نعمل حاجة هادفة في البرنامج. فطبعا الأستاذة ريهام لاشين قرأت بعض مؤلفات الكاتب والروائي ماجد إبراهيم، تعالي كده يا أستاذة ريهام. هو ماجد بدأ من 2001 كصحفي في مجلة كلمتنا، وبعد كده اتنقل 2004 لموقع شباب مصر، وطلع في كذا جريده، جريده الدستور وموقع بوست وطول. هو مجتهد جدا، بس مع الاسف يعني حظه قليل، بالرغم ان هو كتاباته كتيره، وهو كصحفي هو حد مجتهد جدا، وهو بيحب المشاكل، يعني دايما بيحب يخش في مواضيع فيها مشاكل، زي مثلا موضوع كتاب العينس. علقوا على الاسم بتاع الكتاب، اللي هو ازاي انت تكتب اسم زي كده، وبرضه كان في هو كان معترض شويه على موضوع الاعتقال، الروايه بتاعت الاعتقال بتاعته بالظبط، اعتقال صحفي. ده بتكلم عن قصه حياته فعلا، لان القصه حقيقيه، هو معظم رواياته 70% منها واقعي من حياته، يعني من حياته. و30% بس من الخيال. خياله. استاذه دعاء قرات حاجه للكاتب؟ طب ممكن نسمع كده؟ قريت يعني خدت نبذه مختصره كده عن كل روايه من اللي هو كتبها. رواياته بصراحه بتتميز ان هي اسلوبها سهل ممتنع، بسيطه بس دراميه قوي، يعني كلها ايه، دراما. وبعدين برضو كلها زي ما قلت لحضرتك 70% منها واقعي حصل معي. من ضمن رواية اللي هي كل ما يتعرف على واحدة تطلع بنفس الاسم. معقول؟ ده سطفه يعني، حكايتي مع شين. هو كتب كده حكايتي مع شين. صح. كل ما يتعرف على واحدة تطلع بنفس الاسم، وبتبقى مصادفة طبعا غريبة جدا. والقصة التانية اللي هي كان بيحب واحدة وما عرفش ياخدها، وبعدين لما رجع تاني ارتبط بيها. لا ارتبطت، بس هو اسلوبه حلو جدا جدا في الكتاب، مشوق يعني. طيب استاذه ريهام، من خلال صداقتك بالكاتب الروائي ماجد ابراهيم، يعني ملامح الشخصيه، التعامل يعني معاه؟ هو حد طيب جدا، وبيحب يخش في مشاكل على طول، يعني ادم هو مقتنع برايه، ما بيهموش بقى اللي قدامه مين، بس طبعا باحترام، وبيحب ان هو يثبت رايه باي طريقه، حتى لو هيخش في مشاكل. ومره حصل حوار الاعتقال ده بسبب ان هو قال رايه بصراحه، واتكلم برضو عن موضوع الحجاب، وناس كتير هاجمته في الروايه. في الروايه اللي هي اكذوبه الحجاب هنناقشوا فيها طبعا. بالظبط. وهو هي رأوه شويه كده، انت تحس ان هي زي ما يكون ايه، يعني جريئه شويه، لان هو علماني. هو دايما لما بيجي يكلم معايا يقول لي يا ريهام انا علماني، انا
بكلم بفكري بالعكس. انا بفكري. هو ليه فكر معين مش اي حد يفهمه، وهو يعني مقتنع بيه، واحنا بنحترم اي راي طبعا. طيب انتوا شوقتونا جدا للضيف بصراحه، يا ما شاء الله الاعلاميات الجميلات اللي معانا يا جماعه قرأوا جبنا قصة قبل حياتي. الحلقة كلها حياتي كلها ماجد إبراهيم، الروائي ماجد إبراهيم، عشان نعرف بنتكلم مع مين. أستاذ محمد طبعا هناخد فاصل، وكل سنة وانتم طيبين طبعا. وبشكر أنا قبل الفاصل قناة الصحة والجمال اللي بتحتفل بعيد ميلاد النهاردة، وكل سنة وانتم طيبين كل فريق عمل الصحة والجمال. وفاصل ونواصل. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم بعد الفاصل. والمفاجأة بعد الفاصل إن معانا الكاتب الصحفي والروائي الكبير الأستاذ ماجد إبراهيم. أهلا بك أستاذ. أهلا بك، ربنا يخليك. أهلا، نورت برنامج لمة العيلة وقناة الصحة والجمال. ربنا يخليك، ليا الشرف معاكم. ربنا يخليك، كل سنة وحضرتك طيب. نعرف إن عيد ميلادك كان قريب. كان 12 فبراير. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيب. وأنت بصحة وسلامة، ربنا يخليك. كل سنة وأنت طيب، أنا قلتها لك قبل كده. والله طبعا طبعا. ولمة العيلة كمان تقولها لحضرتك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. لما يكون معانا كاتب كبير زي حضرتك، مش كبير قوي يعني. أكيد. ربنا يخليك. كبير في المقام طبعا وفي القيمة يعني. الروايات اللي موجودة قدامي أسماءها جامدة جدا يعني. العانس، أكذوبة الحجاب، حكايتي مع شين. أحب أبدأ برواية العانس، إيه مضمون هذه الرواية؟ طيب، هو مبدئيا رواية العانس دي ثالث رواية ليا من حيث النشر، وهي الأضخم وبعتبرها الأنضج فكريا بالنسبة لي. لأنها جاية بعد ممارسة الكتابة لمدة أكثر من 15 أو 24 سنة، وبالتالي فيها يعني نوع من الجودة بالنسبة لي أفضل يعني. مختصر مفيد عشان ما بقاش بطول برضو، هو الرواية بتدور حوالين فكرة هل العنوسة هي مجرد عدم الارتباط، ولا العنوسة عدم الارتباط بمن نحب. أنا لعبت فكرة إن ممكن واحدة ترتبط ولكن ارتباطها بحد ما بتحبوش وتنفصل عنه، يبقى هي لسه عانس. دي المختصر المفيد بتاعت الرواية. الرواية كمان فيها بعد اجتماعي جامد قوي، بينتقد السلبيات اللي موجودة في مجتمعنا في حاجات كتير. فكره الشباب اللي مخادع اللي بيلعب بالبنت ويقعد يوهمها ان هو مثلا عايز يتجوزها وحياته ما فيهاش حد، وهو اصلا مرتبط بغيرها وغيرها يعني. فواخد فكره ان المجتمع مليان فكره الفكر الذكوري اللي هو كله بيضحك. اي شاب شايف البنت دي هبله عبيطه يضحك عليها فاعمل فيها اللي انا عايزه، اساذجه وممكن طب من سن كام حضرتك بدات عندك موهبه الكتابه استاذ ماجد؟ وعايزين نعرف برضو ايه يعني الحاجات اللي اثرت في شخصيتك ككاتب ان انت تكتب كده وتبدع وكتاباتك كلها دراميه وجميله. ولسه بقول ان حضرتك اسلوبك بيتميز انه السهل البسيط الممتنع اللي هو اي حد يقدر ان هو يستوعبه بمنتهى السهوله. انا اعتبر اللي ممكن يكون ليا الشرف ان انا اكتسبت فكره الاسلوب السهل الممتنع من اساتذه كبار كنت زمان بقرا لهم. انا امي الله يرحمها عودتني من زمان على قرايه الجرنان. فمثلا البدايه وانا لسه هقول لك في ابتدائي واعدادي كنت اقرا الاستاذ عبد الوهاب مطوع في الاهرام بليل الجمعه. طبعا الاسلوب السهل ده سهل مع كتر القراءه يعني. انا بشوف ان الكاتب عشان يبقى كاتب ناجح لازم عنده حصيله لغويه من القراءه. فالحمد لله انا قرات كتير جدا، فدي كانت نقطه انطلاق. بعد كده استاذ انيس منصور، استاذ صلاح منتصر، في مرحله متقدمه بدات اقرا لاستاذنا بقى في العالم الجاسوسيه دكتور نبيل فاروق. لا، وكمان الكاتب عشان يبقى فعلا كويس وقوي جدا يقدر ان هو يوصل لكل العقول، ما يبقاش اسلوبه صعب بالظبط فيخاطب سن معين وفئه معينه بالزبط. لا، يقدر ان هو يخاطب كل الاعمار وكل العقول بطريقه بسيطه، وده اللي حضرتك عملته في كتابك. انا دايما بشوف ان فكره بعض الكتاب بيعملوا هي ايه، بنسميها باللغه العاميه كده الفزلك. انك تتفزلك على القارئ، وان انت تحط الفاظ ثقيله وذات عمق كبير. ماشي، ممكن تكون حلوه مش هختلف معاك، ولكن انت بتخلي جمهورك جمهور معين، جمهور غاوي الحته دي، غاوي ان هو يقرا ويقعد يفسر ويقعد يفكر انت عايز توصل لايه. لا، انا بالعكس، انا شايف ان الاسلوب السهل
اعمق، الاسلوب السلس الحلو. لان اولا الاسلوب السهل مش اي حد يعرف يكتبه برضه. ايوه بالظبط، لان يعني فكره انت تكون جمله تتفهم وتوصل للناس بسهوله لا عايز جهد. اولا لازم اكون انا واضح في فكرتي من البدايه، لازم اكون بقدم فكرتي بشكل حلو والحدوته نفسها حلوه، ما يبقاش فيها عايز اقول لك مثلا لا مبالغات ولا نوع مثلا من الخرافات، لا حدوث. انا كل حوادثي جايه من الشارع من قلب الناس، قصص حقيقيه. قصص حقيقية. بس طبعا بعالجها بشكل ادبي كويس، بعالجها برضو بشيء من الخيال، مش هقول لك انها كلها مثلا عن ماجد ولكن فيها من ماجد تتسم بالبساطه. بالظبط، يعني 70% منهم حقيقي ومثلا 30% من وحي الخيال. لا مش 70 قوي، يعني ممكن نقول 40-60 40 60 كمان. طيب ماجد، انت احيانا كتير قوي بتتهاجم، انهي كتابات عندك اتهاجمت جامد جدا وارائك؟ طبعا انت بتحب رايك يعني ما بيفرقش معاك حد. انا ما بفرقش رايي على حد على فكره. انت بتقول رايك بس لما حد بيجي يعترض على رايك انت لا بتقف بقى وبتحاول توضح رايك بجميع الطرق، وما بيفرقش معاك بقى لو في اي نقد هدام او بناء او اي حاجه. اكتر كتابات اتعرضت للنقد طبعا كتاب اكذوب الحجاب، ما فيش فيها كلام، ما فيهاش كلام. الكتاب ده انا طلعته دلوقتي بقاله مثلا 7 شهور او 8 شهور، فكرته بدات من 5 سنين وكنت بتهاجم عليه من قبل. بيقولوا ان حضرتك بتهاجم الحجاب، يعني بيقولوا كده. طيب انا اولا تعليمي ازهري، فانا من جوه المطبخ الازهري فاهم، يعني مش هقول لك ان انا العلامه الكبير ولكن قريت الفقه الاسلامي كويس، قريت التفسير كويس، قريت الاحاديث كويس، فهمت يعني ايه حديث موضوع، يعني ايه حديث ضعيف، يعني ايه حديث سنده صحيح، ففاهم الدنيا كويس. يعني معنى كده حضرتك ليك وجهه نظر فهم هاجموك عليها، فانت المفروض ان انت ترد وجهه النظر دي. بالظبط. بالظبط صح. هو انا المختصر المفيد يعني هقول لحضرتك ان انا مثلا قبل 15 سنه من دلوقتي كنت زي اي حد في الشعب المصري مع الحجاب، وهاجم اللي يقول الحجاب مش فرض. ولكن اتعرفت على عدد من الكتاب اللي احنا بنعتبرهم اساتذتنا في مجال التنوير، زي استاذ دكتور صلاح دكتور خالد منتصر، زي استاذه فريده الشباشي، استاذ شريف الشباشي برضو، اللي لما قعدت مع الناس دي واتكلمت انا رايح اقعد معاهم عشان اقول لهم انتوا غلط. ولكن بداوا هم يسالوني اسئله ما عرفتش اجاوب عليها. الله، ايه ده؟ يبقى انا اللي عندي حاجه غلط. فبدات اقرا، وعشان انا راجل قارئ من البدايه فبدات ادور على كل الكتب اللي تفهمني الراي الصح او الراي اللي مع والراي اللي ضد. أيوه. لحد ما في الاخر لقيت نفسي بقيت مع اللي ضد. لا الكلام ده انت كلامك طلع صح. فمن هنا بدات اخد بقى الاتجاه المختلف، وبدات انا كمان يعني هقول انا مثلا من محبي دكتور اسلام بحيري جدا، ماشي، وهو احد التنويرين اللي طبعا مؤثر فينا في المجتمع المصري وبيتهاجم برضه. كان عنده مشكله بالنسبه لي انا كنت بلاحظها زمان وهو طبعا بطلها دلوقتي، ان هو كذا لما يطلع قدام اي شيخ ينفعل يتعصب. فقررت في نفسي ان انا لما هحاول اقعد مواجهه مع اي شيخ او اي حد سلفي ان انا اكون هادي وان انا اكون واضح، وانا ما افرضش راي لحد. انا ايقنت خلاص ان الحجاب ده مش فرض وان هو لعبه سياسيه، فبدا بقدم رايي بالشكل اللي يخلي ما حدش يقدر يعرف ينتقدني صح، لان انا حافظ قران كويس. طيب سؤال نقدي يا استاذ ماجد، فضل. يعني من اين جئت بهذا الراي؟ يعني بالدراسه، بالقراءه، يعني قرات كتير جدا، قرات بقول لك اللي معه ولا ضد. انا هتكلم عن الراي وبعدين هتكلم عن الروايه نفسها. ما فيش مشكله. طبعا اكذوب الحجاب ما هوش مش روايه، هو الراي اللي هو يعني حضرتك بتقول ان الحجاب اكذوبه. تمام. من اين جئت بهذا الراي؟ ما هو الراي ده راجع لكذا عامل، دي عايزه وقت طويل صراحه نحكي فيه، بس هحاول اختصر. باختصار شديد، الحجاب قبل 40 سنه من دلوقتي او 45 سنه ما كانش موجود، ما كانش له وجود في مصر خالص. حتى في خطاب شهير للزعيم جمال عبد الناصر وهو بيتكلم انه قعد مع المرشد للاخوان عشان خاطر يدخلهم في الحياه السياسيه، فالمرشد طلب مطالب، قال لك مطالب ايه هي؟ قال لك اقامه الحجاب في مصر. فساعتها كل الناس ضحكت وقالوا خلوه يلبسها هو. دي كانت نقطة ملفتة للنظر بالنسبة لي لما كنت بدرس الموضوع، هو ليه الحجاب ما كانش موجود؟ تيجي تبص بقى على مشايخ الزمن ده كلهم متصورين مع زوجاتهم ومعناتهم بدون حجاب. وناخد بالنا ان الأزهر في التوقيت ده كان يعني مركزه عالي قوي وله سطوة وصيته عالي جدا، فهل الشيوخ دول مثلا ما يعرفوش؟ هل بيتنكروا الفريضة الإسلامية؟ بالتأكيد لا. لما بدأت أدور وأفهم فوجئت ان التفاسير القديمة متفسرة غلط، دي نمرة واحد. ونمرة اتنين، الأحاديث اللي بينسبوها للرسول عليه الصلاة والسلام بفرض الحجاب هي أحاديث مكذوبة 100%، مش أي سنة صحيح لها، بيبقى حاجة اسمها حديث موضوع، بمعنى أن سنده الراوي اللي بيبقى راوي الحديث ما بيبقاش عاصر الشخص اللي سمع منه. يعني أشهر حديث اللي هو حديث الوجه والكفين، راوي الحديث حد اسمه خالد بن دريك، المفروض آخر حاجة سلسلة الرواية عن السيدة عائشة. فلك أن تتخيل في البعد التاريخي هو مولود بعد وفاة السيدة عائشة، طب أنت سمعت منها إزاي؟ فهنا يبقى الحديث فيه مشكله.
يعني انت انت جبته منين؟ وده بيرجعك لفكره انه من زمان فكره العداء للاسلام عموما جعلت فيه حاجه ما يسمى الاسرائيليات، فدخل على الاحاديث احاديث كتير مكذوبه جدا، بل ان بعض المشايخ الكبار اللي بيحاولوا يأرخوا لمسيره الرسول في الاحاديث يقول لك الاحاديث الصحيحه من الالافات دي كلها 140 حديث بس بس، وبالتالي لقيت الاحاديث كلها مش صحيحه، الايات متفسره غلط، ربنا مثلا بيقول في انا بس عشان ناسي اسم الصوره بس خدني زي كده دلوقتي، بس الايه بتقول وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. نعم الخمار هنا، وانا الخمار يضرب على على ايه؟ جيوبهن مش رؤوسهن. والجيب ده اللي هو طب ما في ايه قالت مثلا يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك وامهات المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن. يعني طيب ادنى الجلاب يعني ايه بقى؟ ادنى ان يعرفن العلماء فسروها اللي هو ادنى شيء من المعرفه وهو الوجه والكفين. لا ما ده بقى كلام انا اعترض عليه. ليه؟ اولا ادناء الجلباب، هو الجلباب ده مش زي بياخدني كده من الكتف لحد الرجل تحت، معنى ادنائه يعني ان هو مرفوع. الادناء لتحت ولا لفوق؟ انا بدني بعمل كده ولا بدني بنزل لتحت؟ فاذا لما هو والله نتفق او نختلف يعني، بس يظل الراي له احترامه طبعا. وعايزين نتكلم بقى على فكره الروايه أكذوبه الحجاب، هل هي روايه؟ لا هو مش روايه، هي كتاب. ولا هو كتاب؟ لا كتاب اكاديمي طبعا، في موضوع الحجاب. يعني بالظبط، هو كتاب اكاديمي بس انا واخده ببعد اجتماعي. اول 50 صفحه بتكلم فيه عن اللي انا لسه قايله لكم من شويه، فكره انا نفسي كنت مع الحجاب وبعدين اصطدمت بكتاب التنورين ورايح عشان اقول لهم انتوا غلط. بس اكيد هجمت كتير جدا جدا استاذ ماجد بسبب الموضوع. هقول لحضرتك حاجه، اللي بيهاجمني وبيعتمد الالفاظ السيئه او القبيحه او الشتيمه انا بتجاهله تماما. نختلف علميا. بالظبط، اللي بلاقي عنده رد محترم بالظبط. انا نفس المقال اللي عامل عليه الكتاب، ليه مقال موجود على الفيسبوك من 5 اجزاء، اي حد بيجي يكلمني اقول له اتفضل اقرا المقال بالزبط. بس انا ما بفرضش راي عليك، عايز تاخده تاخده، مش عايز تاخده براحتك. بالظبط. كنا عايزين طب نتكلم بقى على حاجه ثانيه، ان هو ايه راي حضرتك في طريقه النشر دلوقتي للكتب؟ يعني كنا الاول حضرتك مع النشر التقليدي اللي هو الكتاب الورقي زي ما احنا كده، ولا النشر الالكتروني دلوقتي المستحدث اللي هو عن طريق السوشيال ميديا؟ حضرتك بتؤيد ايه؟ انا اؤيد الورق طبعا، مفيش فيها كلام، انا من المدرسه القديمه. ولكن هقول لحضرتك ملحوظه مهمه، ما بعد ثوره يناير ظهرت فكره الثوره التكنولوجيه بزياده قوي والاعتماد عليها، فبقت فكره القراءه الالكترونيه مجالها واسع جدا. القراءه الالكترونيه بقت اسرع وبقت اسهل يعني. بالظبط، بس حصل حاجه بقى في اخر سنتين هتخلي القراءه الالكترونيه تتراجع بشكل نسبي. ليه؟ لان لما الكتاب منشور الكترونيا مجانا وكله متاح لكل الناس، طب ما الكاتب كسب ايه والناشر كسب ايه؟ ما برضه ده اكل عيش. فبدا يحصل نوع من فكره ان كل المنصات اللي بتعرض كتب الكتروني تعمل اجر سواء شهري او سنوي عشان تخش عشان تدخل تقرا، فبدات القراءه بقت بفلوس. يعني هيبتدوا تاني يتراجعوا ان الكتاب فرجع اخر سنتين الكتاب الورقي رجع ياخد مكانه تاني. لا بس انا كل الروايات دلوقتي بالاجماع بقت على السوشيال ميديا موجوده. لا بس روايات كتير جدا في اشتراط دلوقتي من المنصات، او احنا ما كناش شيرين مع المنصات ما بيعرضش الا جزء منها. ولو هيعرضها كامله بيدفع القارئ بيدفع فلوس، بيدفع زي ما كانه يشيل الكتاب الورقي بالظبط. ماجد كنت عايزه اتناقش معاك في حاجه كنت اتناقشت فيها امبارح انا واستاذ محمد في التليفون. انت شايف ان الناس ما بقتش تشتري كتب زي الاول، يا ترى ايه؟ مش ما احنا عايزين نتكلم، ايه اللي يوصل الناس ان هي ما تلجاش انها تثقف عقلها وانها ما تحبش موضوع القرايه وكده؟ يعني كنا اتكلمنا امبارح وعايزين نعرف رايك انت كمان يا ماجد. هو في مشكلتين في الموضوع ده بصراحه. المشكله الاولى بعد اقتصادي، وده طبعا الناس كلها معذوره فيه تمام. لكن في مشكله ثانيه، مشكله الثقافه عموما. للاسف الشعب المصري برضه في اخر 30 سنه حصل نوع من تهميش القراءه شويه، وانا بستغرب ان في ناس ما بقاش. ايه سبب عزوف الناس عن القراءه؟ يعني في التعليم، التعليم لا يحافظ على القراءه. يعني معلش برضه لما تلاقي المناهج في ابتدائي واعدادي بتجيب حاجات منفره، يعني للاسف بيبقى كتب صح اختياراتها صح، الكتب القراءه اللي بيحطوها كدراسه اختيارات سيئه، اختيارات لحاجات مدى المناهج التعليميه. انت عندك صح. انت ازاي انت تبقى بلد كمصر من اعظم البلاد اللي عملت اخرجت مفكرين وعظماء في الكتابه وتناقش حاجات مثلا لناس مجهوله؟ فده بيخلي احنا محتاجين موضوعات تتحط في المناهج تعالج بالظبط المشاكل اللي موجوده دلوقتي في لا وفي نقطه الشارع أنا المصري. يعني عايز استغل وجودي معاكم وبقول يا ريت وزاره التعليم في الفكر المستنير لازم يبقى تطوير. في حصه للقراءه لازم يبقى كمان ما يبقاش في حاجه اسمها مفروض عليك تقرا فلان، لا
لازم الطالب او التلميذ يخش المكتبه يختار. المكتبه بتاعت زمان ترجع. ايوه اللي كل مدرسه فيها مكتبه. المكتبه في المدرسه دلوقتي ما اعتقدش انهم بيعملوا المدرسيه بالظبط. لو المكتبه المدرسيه رجعت والطالب بدا يقرا اللي هو عايزه يخش ويبقى يجيب. عنده حصه تقول مثلا يجي المدرس يقول له انا عايزك تقرا كتاب وتقيمه لي تعمل لي ملخص له. طيب دعنا سريعا عشان الوقت استاذ ماجد نتكلم عن ثالث روايه وهي او ثالث روايه ثالث كتاب وهي حكايتي مع شين. انا عايز ابدل لك بقى حكايتي مع شين اول روايه اللي هي من هي شين. طيب هو اولا حكايتي مع شين دي بالنسبه لتاريخ الكتابه كانت ثالث روايه اكتبها من حيث الكتابه لكن اول روايه من حيث الاصدار هي صدرت 2011 مع صوره يناير وكنت كاتبها قبلها بثلاث سنين. الفكره باختصار انا كانت مع بدايه بقى السوشيال ميديا والفيسبوك والحاجات دي من 2007 كنت مريت بتجربه حب فاشله كده وبدات اكتب عليها على السوشيال ميديا. شين طبعا. شين طبعا. بس فكانت ولا في اكتر من شين؟ لا انا عارفاها بس انا مش هقول. انا عارفاها بس مش هقول. ما تقوليش. لا مش هقول. فبدات اكتب كنت ساعتها اللي هي اللي اسمها ايه كان بيقول على الجروبات بتاعت ياهو حاجه قبل الفيسبوك. فبدات انشر على حلقات فكنت انا اكتسبت اسلوب دكتور نبيل فاروق الله يرحمه استاذنا في ادب البوليسي يعني انه لما يكتب اي حاجه اجزاء يجي في حته كده واقف ويقوم ايه موقف عند حته مثيره للانتباه عشان الناس ترجع تقرا فاكتسبت الاسلوب ده فبدات انزل فكنت مسمي البطله شين من غير ما يعني انا مش فاكر والله انا كنت منزل قصه باسمين ما كانتش حكايتي مع شين بس كان لها اسم ثاني هفكرك بعد الحلقه في الحلقه السابعه حد راح معلق لي تعليق قال لي ما تخلصنا من ام حكايتك مع شين دي كانت كانت القصه هنا اللي هو لفت نظري كلمه حكايتي مع شين فبدات اقرر ان انا طب انا هعمل روايه اسمها حكايتي مع شين فكانت الفكره ان انا الروايه عموما قايمه على فكره ان شاب بيتعرف على بنات كتير في مراحل عمره من الطفوله لحد ما بيكبر وحتى في مراحل الارتباط كلهم بنفس الاسم هي فكره فانتازيه مش حقيقيه طبعا تمام طب كنا عايزين نسال حضرتك كده وجهه نظرك برضو على اي اساس بيتم تحويل الروايه لفيلم او مسلسل يعني ازاي يتم اختياره يعني ايه العوامل دي طبعا انا ما اقدرش احكم فيها عليها بدقه لان دي حاجه خاضعه للمقاييس الانتاجيه عموما تمام. بس هو في الانتاج السينمائي او الدرامي عموما بيبقى الفكره بالنسبه لهم حسب ما ازعم انا هو فكره قابليه تحويل العمل نفسه العمل هل القصه دي صالحه انها تتحول دراما في قصص بتبقى صعبه في قصص بتبقى عايزه لوكيشنات كتير وحاجات كده فتبقى تفاصيلها صعبه ماجد عفوا انت بتقول ان في كتب بتطبع دلوقتي ايه بقى الكتب اللي بتطبع دلوقتي ليك ابرز الكتب اللي بتطبع دلوقتي لا هي في كتب خلصت وبعيد طبعها تاني يعني في روايه اسمها يوم اتقابلنا دي خلصانه خالص دي كانت تاني روايه ليا طلعت 2016 وفي كتاب سياسي كده كان اسمه يوميات صاحبي المعتقل لكن الاحدث دلوقتي عندي مجموعه قصصيه اسمها صديق الخائن اشكرك وعندي كتاب عن الفنان الكبير عادل امام اسمه الصعلوك العظيم عادل امام زعيم الكوميدي طبعا بنشكرك الكاتب الصحفي والروائي الكبير استاذ ماجد ابراهيم وبصراحه قعدتك ما تشبعش منها استاذ ماجد ولكن احنا مضطرين يعني ولا يهمك عايزين نسلم الحلقات فبنشكر حضرتك جدا قولوا لي انا جالكم تاني حلقه ادبيه حلوه جدا الميزات اللي معانا استاذ استمتعنا جدا بالحلقه اول حلقه كانت ممتعه جدا وبنقول للناس كلها كل سنه طيبين والى اللقاء في حلقه قادمه من برنامج لمه العيله الجمعه القادمه ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.